انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة رعاه الله وولي عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي نحو توجيه كافة الجهود والموارد لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دولة الإمارات 2071 وتحقيق رؤية الفجيرة 2040 وإيماناً منا بأهمية تضافر جميع الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومرتكزاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بادرنا في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بإطلاق جائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة والتي تهدف إلى المحافظة على البيئة من خلال تحفيز الشركات للالتزام بالمحافظة على البيئة بطريقة مباشرة تحفيز الشركات على الابتكار والإبداع في مجال التعدين التعاون مع الشركات في توعية الجمهور لأهمية عمل المنشآت التعدينية تحفيز شركات النقل وأصحاب الشاحنات للحفاظ على البيئة والمظهر العام للإمارة تعريف العالم باهتمامات الإمارة في الأنشطة والمجالات المتعلقة بالبيئة والتعدين إبراز الدور الريادي المسؤول لإمارة الفجيرة في دفع مسيرة الإبداع والابتكار التعديني دعم البحث العلمي وتشجيع وتقدير العاملين في تطوير القطاع التعديني إبراز الدور المجتمعي للمنشآت التعدينية ولإبراز أهمية الجائزة على الصعيد الوطني والدولي فقد تم تقسيمها إلى مجالين المجال الأول الجوائز الداخلية وهي مخصصة فقط للمؤسسات والأفراد داخل دولة الإمارات وتشمل 5 فئات أفضل مشروع مبادرة في دعم التراث الجيولوجي أفضل مؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني أفضل مؤسسة في نشر الوعي أفضل مشروع داعم لاستراتيجية التنمية المستدامة للإمارات 2030 المؤسسة الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية المجال الثاني الجوائز الخارجية وهي متاحة للمشاركة على كافة المستويات الدولية وتشمل 5 فئات أفضل مؤسسة بالتعدين المستدام النقل والاستخراج أفضل بحث دراسة تطبيقية بالمجال التعديني أفضل دراسة لحفظ التراث الجيولوجي عالمياً أفضل مشروع مبتكر في استخدامات الطاقة البديلة وخفض البصمة الكربونية بالقطاع التعديني أفضل مشروع مبتكر في استغلال الموارد جائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة مسار نحو الاستدامة.